متابعينا قناة متابعي أبو كبير ميديا في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم في بث مباشر جديد من الإسكندرية. معكم أسماء إسماعيل. أمطار الآن وغيوم، يمكن بكلم حضراتكم خلال هذا البث المباشر والأمطار تتساقط على شوارع الإسكندرية، يعني نقطة نقطة زي ما انتم شايفين. شوارع اسكندرية النهاردة كلها أمطار وغيوم عواصف ترابية، يعني أجواء متقلبة النهاردة في الاسكندرية، والأمطار مستمرة بقى لها ربع ساعة. أمطار تتساقط على شوارع الإسكندرية زي ما انتوا شايفين، وغيوم ويعني سحب محملة بالأمطار أيضا، وكمان أتربة وعواصف ترابية. اللهم صيبا نافعا، يعني اجواء الامطار امطار الخير تتساقط الان على شوارع الاسكندريه، بنتابعها مع حضراتكم. الاسكندريه الان يعني تتعلق في ثوب الشتاء، بنتابع معاكم وبنرصد مع حضراتكم الاجواء. يعني خليني اقول لحضراتكم متابعينا الكرام، النهارده اسكندريه بدات بغيوم وثم عاصفه ترابيه وثم يعني الان امطار غزيره او مش غزيره، ولكن الامطار بقى لها اكتر من ربع ساعه تتساقط على شوارع الاسكندريه. يعني الأمطار ما زالت تتساقط، خليني أوريكم الأمطار نقطة نقطة بتنزل، مش أمطار غزيرة زي الشتاء، ولكن في أمطار وأجواء الناس كلها كانت مستنياها. اسكندريه النهارده يعني الليله عيد بالنسبه للاسكندرانيه، الامطار بتتساقط في كل مكان.
اللهم صيبا نافعا ينفعنا جميعا اللهم امين. غيوم وعاصفه ترابيه وامطار الان على الاسكندريه، في عز ما الناس بتعوم في البحر الدنيا بتشتي. تابعينا كرام وتابعينا مدير ميديا في كل مكان، بشكركم وكنت معكم أسماء إسماعيل، وإلى اللقاء. حد يعرف يقعد على الصوت المدلل ده؟